أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصاعد الخطاب المناطقي ضد المواطنين من أبناء المناطق الشمالية في عدن. وجه الرئيس عبد الرب المنصور هادي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن ولحج والضالع بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الداخلية ومحافظ عدن، وذلك بالتزامن مع حملة اعتداءات تنفذها قوات من الحزام الأمني ضد مواطنين ينتمون للمحافظة الشمالية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دوافع استمرار الترحيل القسري للمواطنين الذين ينتمون لمحافظات شمالية؟ وما أثار استمرار تصاعد الخطاب المناطقي على النسيج الاجتماعي؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. بعد أيام من أحداث التفجيرات الإرهابية التي استهدفت معسكر الجلاء في عدن، تسارعت عمليات الترحيل القسري لمئات المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية في المدينة، عمليات عززت من حالة الانقسام التي تعانيها المدينة بعد أن عمدت قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات للقيام باعتداءات على مصالح المواطنين، حيث قامت بإحراق العديد من البساطات التابعة لعاملين ينتمون إلى المحافظات الشمالية فيما اعتبرته كرد فعل على حادثة استهداف معسكر الجلاء. وأمام تعاظم موجات التحريض المناطقي التي يواجهها المواطنون المنحدرون من الشمال الذين يعملون في مهن بسيطة، وجه الرئيس هادي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن ولحج والضالع بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين أو الممتلكات الخاصة. ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها مواطنون شماليون في عدن للترحيل القسري، حيث قامت قوات الحزام الأمني قبل نحو عامين بترحيل العديد منهم بحجة عدم امتلاكهم هويات شخصية. ويرى مراقبون أن استمرار حالة التحريض المناطقي هذه قد لا تفاقم من حالة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة فقط، بل ستعزز من الدعوات الانفصالية التي تهدد وجود الحكومة الشرعية في عدن. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلي من سيئون الناشط السياسي سيد جمعان بن سعد. أهلا بك سيد بن سعد. إذن بداية، كيف تقرأ ردة الفعل التي طالت بعض المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في عدن ومحافظات أخرى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحقيقة أن ردة الفعل هذه غير مبررة وغير منطقية، وهي لا تمت لا بالعقيدة الإسلامية ولا بالنخوة ولا بالوطنية ولا بالشرف لأي صلة. ما يحصل اليوم هي أعمال هوجاء، يعني غير مبررة لا عقلا ولا منطقا. ما من أبناء المحافظات الشمالية الذين يتواجدون في مدينة عدن، ما ذنبهم فيما حصل في معسكر الجلاء؟ وبهذه المناسبة نقدم خالص تعازينا للأخوة في المجلس الانتقالي وفي الحزام الأمني رغم اختلافنا معهم ومع هذه التشكيلات الخارجة عن إطار الشرعية، لكننا نعتبر أنهم مواطنون يمنيون وسيعودون يوما إلى حضن الشرعية وإلى إطار الشرعية الذي لا بد منه. هذه الأعمال التي تصنف في وحسب القوانين الدولية يعني أعمال ضد الإنسانية ويعني أعمال عنصرية تهدف إلى تمييز المواطنين شمالي وجنوبي وترحيل الشمالي وترك الجنوبي، أقول لهم أنتم بهذه الطريقة تحرثون في بحر. يعني ما فائدة الجريمة إذا كان المستهدف هي جهة معينة؟ إذا أنت تعطي صكوك غفران لكل من هو جنوبي، وبالمناسبة قد يكون الفاعل وقد يكون من تتهمونه بالاستخبارات أو أن يكون عنصر يعني تابع للميليشيا الحوثية قد يكون جنوبي. بهذه الصورة أنتم لا تحاربون، أنتم تحاربون جهة معينة من أبناء اليمن لا حول لهم ولا قوة. نحن نطالبكم بأن يعني أن تضعوا الأمور في نصابها، أن تحاربوا الجريمة، حاربوا العملاء، حاربوا الجواسيس إن وجدوا بوفق القوانين النافذة ووفق ما يتعاطى به كل الحكومات المحترمة. يعني هل ترى أن هذه ردة الفعل عفوية من قبل أفراد منفلتين عن الانضباط الذي يعني موجود في التراتبية والجهاز والأجهزة الأمنية هذه، أم أن المسألة ممنهجة ومقصودة من قبل هذه الأجهزة الأمنية أو الميليشيات إن صح التعبير؟
أولا من حيث المبدأ، الحزام الأمني ومن على وما على شاكلته من الأجهزة المشابهة له هي أجهزة خارج نطاق الشرعية، هذا للعلم، فلا هي منضبطة لا وزارة الدفاع ولا لوزارة الداخلية، معناها أنها بهذا المعنى أنها يعني غير منضمة لهذه الأجهزة الشرعية، هذا من حيث المبدأ. لكننا نقول أن هذه الأجهزة يوجد فيها من الرجال ومن الشرفاء ومن الوطنيين من أصحاب القضية الجنوبية والذين ناضلوا فيها لسنوات عديدة، لا نريد أن نبخسهم حقهم أو أن نقلل من شأنهم. لكن الحاصل في هذه الأجهزة أن المسيطر عليها هم الغوغاء، أصبحت 90% من قوام هذه الأجهزة المسمى بالأحزمة الأمنية وما هو على شاكلتها أصبح يحاولون أن يوهمون الجنوبيين أن القضية الجنوبية يكمن حلها في طرد الشماليين من عدن، وهذا غير منطقي ولا مبرر أبدا، لأننا نحن في المحافظات الجنوبية وفي حضرموت وفي محافظات الشمال جسد واحد ونسيج واحد وإخوة والجيران، وقد سبق لنا في زمن سابق أن احتجنا للمحافظات الشمالية، يجب أن لا ننسى هذا، لقد احتجنا لهم في مراحل تاريخية عديدة، احتجنا لهم في 86 يوم انتحت الجمرة بعد الحرب الأهلية التي حصلت عندنا، فاستقبلوا استقبال المواطنين العاديين، احتجنا لهم في 78 يوم أن حصلت المعركة ضد الرئيس وانقلب على الرئيس سالمين ونزح كل من ينتمي إلى سالمين أو من له علاقة به إلى الشمال واستقبلوا، حصلت في عام 72 عندما نزح التجار بعد قانون التأميم الذي في جنوب الوطن أو في الجمهورية اليمنية في الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية، نزح معظم التجار إلى تعز، كذلك في 69، يعني مراحل التاريخ طويلة استقبلنا من الشمال، فيجب علينا أن نرد هذا الجميل في مرحلة تاريخية واحدة على أقل تقدير، نعاملهم بكرامة يا أخي، لسنا في سويسرا ولسنا في واشنطن حتى نطرد المواطنين كأنهم من المكسيك أو من جاءوا إلينا تهريب، هؤلاء مواطنين بسطاء يشقون على أسرهم، يعملون في أعمال صخرة، يعملون في أعمال بناء، يعملون في أعمال قاسية، لو خرجوا من عدن سوف تصبح عدن خاوية في اليوم التالي. لكن يعني في هذا السياق برأيك ما هي أسباب تصاعد هذه النبرة المناطقية في الخطاب وهذه السلوكيات التي باتت تنتشر بشكل أكبر ضد مواطنين من مناطق معينة في هذه المحافظات؟ نحن أمام مخطط كبير، يعني إذا توغلنا في داخل الحدث أو قرأنا ما بين السطور، نحن نتوقع أن هناك من يدفع بهذه الأحزمة الأمنية إلى التنكيل بأبناء المحافظات الشمالية وترحيلهم بهذا الشكل المنقلب الذي لا يقبله أي مواطن يمني سواء كان في الجنوب أو الشمال، ترحيلهم إلى مناطق شمالية أو إلى ما يسمونها هم الحدود الشمالية، حتى يعني يكون هؤلاء جزء كبير منهم قد يكونون جند من جنود الميليشيا الحوثية والتي تعاني اليوم من نقص حاد في الأفراد وفي الجنود، هذا سيعزز تواجدها سيعزز قواتها العسكرية بأفراد جدد، سيضيف لها يعني مبررات جديدة إلى أن حربها التي تقودها الآن هي حرب عادلة، أن هناك أناس اختطفوا المحافظات الجنوبية ويحكمونها بغير الحكم الوطني الجمهوري، قبضتهم الأمنية في الشمال، وقد يأتي يوم من الأيام ويجدون أنفسهم هؤلاء الذين يسكنون أنفسهم بالعزيمة الأمنية يجدون أنفسهم ضحايا لهذه الميليشيات عندما تتوغل في الجنوب مجددا بمبررات جديدة، خاصة وهم يمارسون هذه الأعمال اللا إنسانية جدا أخلاق المحافظات الجنوبية على الإطلاق. نحن هنا ندق ناقوس الخطر ونحذر رئيس الجمهورية والشرعية التي تتواجد في عدن الآن، ولا نرى لها لا صوتا ولا نرى لها أثرا على الميدان، كل القوات تحت الداخل المطوية تحت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، أين منها؟ تفضل بالبقاء معنا سيد جمعان بن سعد. نعم طيب، في هذا السياق يعني عندما نتحدث عن دور الحكومة الشرعية، الرئيس هادي وجه السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن ولحج والضالع بوقف أي ممارسات خارج عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة. هذا الأمر جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية الميسري وكذا محافظ عدن، وذلك بالتزامن مع هذه الحملة. برأيك سيد بن سعد، هل هذه الخطوة كافية؟ كافية من ناحية قانونية، يعني قد تعفيه من المسألة القانونية أنها وجه، لكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، نحن نريد أن نرى سلوكا على الأرض
نريد أن تقف هذه المعاملات عند حدها، نريد أن يعاقب كل من يرحل مواطن يمني من مدينة عدن إلى 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 خارج المدينة، نريد أن نرى أفعالا، لا نريد أن نسمع قرارات. هذه القرارات سمعناها قبل عامين يوم كان هذه الأحزمة كانت تطارد أبناء المحافظات الشمالية على البطاقات، كل من لم يجد معه بطاقة يعني تم إخراجه خارج المدينة. نفس القرار ونفس العمل، وبقيت التصرفات وظلت على ما هي عليه. لذلك نحن نطالب بأن تتحول هذه القرارات وهذه التوصيات إلى واقع عملي ملموس يشعر به المواطن في عدن. تفضل بالبقاء معي سيد بن سعد. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الناشط الحقوقي السيد محمد الأحمدي. أستاذ محمد، كيف تتابع وكيف تقيم مسألة تصاعد النبرة المناطقية، الخطاب الكراهية المناطقي تجاه أبناء المحافظات الشمالية في عدن ومحافظات أخرى أيضا في المناطق الجنوبية للبلاد؟ مرحبا بك أخ وجيه والمشاهدين. في الحقيقة من المؤسف اليوم أن نتحدث عن أن هذه المناطق المحررة التي كان يعول عليها اليمنيون أن تتحول إلى مكان آمن يسودها القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، تتعرض هي الأخرى اليوم الآن أو تشهد موجة كراهية متصاعدة وغير مبررة، يلاحق فيها البسطاء والباعة والهاربون من جحيم الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها إلى هذه المناطق بحثا عن لقمة العيش، فيتعرضون للتضييق والاعتداءات وإغلاق محلاتهم والملاحقة بالهوية وباللسان. هذا مشهد لم يعني للأسف الشديد لم يكن اليمنيون يتصورون أن يصلوا إليه في ظل حالة من المأساة، في ظل مأساة كبيرة يشهدها اليمن بسبب الحرب والانقلاب ويعني معاناة اليمنيين التي أفرزتها هذه الحرب، والتي كانوا يؤملون كما قلت أن تكون المناطق المحررة مكانا آمنا لهم على الأقل للمرحلة التي يتجاوزون فيها، التي يمكن أن يتجاوزوا فيها تبعات هذه الحرب المدمرة. ثم تتحول هذه المناطق بفعل الخطاب الكراهية والتعبئة والمناطقية ومحاولة توظيف أدوات محلية في سياق مشاريع إقليمية تهدف إلى تقويض ما تبقى من السلم الاجتماعي في المناطق المحررة وإثارة نزعات المناطقية ويعني التقسيم والتجزئة على هذا النحو. كان بالإمكان أن يكون للمجلس الانتقالي وللقوات التابعة له مشروع وطني حتى وإن كان سقفه مرتفعا بالانفصال أو ما يقولون عنه فك الارتباط، لكن لم يكن هناك أي مبرر لنسف أي مشروع سياسي مستقبلي لهذا المجلس الذي تموله الإمارات بإثارة مثل هذه الموجات من الكراهية وسحق كرامة الإنسان وإثارة الرعب وممارسة في الحقيقة أعمال تكاد تكون أعمال إرهاب لا تختلف عن الأعمال التي تسلكها ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها، بل ربما أشد من هذا. شاهدنا مقاطع فيديو وصور لإحراق محلات وبسطات للناس، هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان للقوانين والمواثيق الدولية، ينم عن غياب شعور بالمسؤولية الإنسانية وشعور بالمسؤولية أيضا الأخلاقية تجاه هؤلاء البسطاء الذين كانوا على مدى سنوات يعتبرون يعني ولا زالوا يعتبرون إخوانهم في المناطق الجنوبية هم أشقاء وإخوة يعني ومصير واحد مشترك، ويأتي مجموعة من هؤلاء الغوغائيين والمنفلتين لينسفوا كل أسس التعايش والسلم ويعني وأواصر الإخاء بهذا النحو من الأعمال الطائشة والعدوانية للأسف الشديد. تفضل بالبقاء معنا سيد الأحمد. يعود إلى سيد جمعان بن سعد. سيد جمعان، برأيك أو كيف تقيم تعامل الدولة، الأجهزة الأمنية الرسمية، وزارة الداخلية يعني والأجهزة التابعة لها، مع ما يحدث في عدن؟ أنا أرى أن الدولة حتى الآن بكل أجهزتها لم تفعل أي شيء. اللهم ما تم ذكره من يعني قرار لرئيس الجمهورية أو توصية أو توجيه إلى وزارة الداخلية وإلى من يهم الأمر بعدم المساس بأي مواطن يمني داخل مدينة عدن. هناك قصور، القصور هذا نحن نشعر به كذلك في محافظة حضرموت التي نسكنها ويعني نعاني فيها من انفلات أمني شديد ومن عمليات اغتيال
وكذلك يعني كانت هناك مناشدات لضبط الأمن للحكومة الشرعية بمناشدات عاجلة ومتكررة، وحتى الآن جهات فقط لم نرى أي شيء. حتى في زيارة رئيس الوزراء كل ما يحصل من الحكومة فقط هي توجيهات لا ترى النور. لذلك نحن نطالب الحكومة ببرهنة وجودها، يعني إثبات أن المناطق المحررة هي مناطق خاضعة لها وتحكمها حكما حقيقيا، وبالتالي فنحن نطالبها بوضع اليد على الجرح ومعالجة مثل هذه الأسباب، التقديم النصح حتى لمثل هذه الميليشيات أو الأحزمة، أن القضية الجنوبية قضية عادلة فلا تشوهها بمثل هذه الأعمال. الحكومة الآن معنية بما يحصل، معنية بكل المواطنين شمالا وجنوبا، يعني من يطالب بالانفصال أو من يريد البقاء في يمن واحد كلهم مواطنون تحت حكمها. نحن نرى هذا الصنم الذي يسمى حكومة شرعية لكن لا نرى له أثرا ولا وجودا، ونتمنى أن نرى أثره في القريب العاجل. أشكرك إذن سيد جمعان بن سعد الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. بعودة إليك سيد الأحمدي، الحكومة الشرعية عبر الرئيس هادي، يعني الشرعية عبر الرئيس هادي وجهت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في عدن ولحج والضالع بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة. بشكل عام كيف ترى تحركات الحكومة على المستويين، مستوى التعبئة أو على مستوى التوعية إن صح التعبير، وكذا على مستوى الأمن وفرض الأمن تجاه العناصر التي تشارك في مثل هكذا حملات؟ أولا أخي العزيز، الشرعية دائما لا تأتي إلا متأخرة، حتى في المواقف هذه الدخانية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، المواقف التي أبدتها الحكومة الشرعية لاستنكار هذه الاعتداءات ومطالبة الأجهزة الأمنية بضبط الخارجين عن القانون، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال هذه الأعمال مستمرة. للأسف الشديد الشرعية أساسا يفترض أن تستند إلى مشروعية الممارسة على الأرض. الشرعية اليوم لا تزال مهاجرة في الخارج، وما هو موجود في الداخل يعني مجرد وجود شكلي. على مدى هذه السنوات للأسف الشديد التحالف عمل على تقويض مكامن القوة في الحكومة الشرعية وإضعاف مؤسسات الدولة اليمنية، ولذلك شاهدنا اليوم تصريحات وتوجيهات من الرئيس هادي للأجهزة الأمنية لكن لم نجد أي تحرك فعلي على الواقع، لأنه للأسف لم يعد هناك وجود حقيقي للشرعية كما يبدو، إلا إن كان سنشهد تحرك خلال الساعات القادمة لحماية الناس. يعني هل كانت هذه التوجيهات إسقاط واجب فقط؟ يخشى أن تكون مجرد محاولة لإسقاط الواجب، لكن هذا لن يعفيها بالتأكيد من المسؤولية. إن كانت الحكومة الشرعية تجد نفسها كل يوم تفقد جزءا من مقوماتها، من مكوناتها، من وجودها، من اعتبارها القانوني والسياسي والشرعي، يفترض أن تصارح الشعب اليمني بذلك، يفترض أن يكون لها موقف حقيقي إزاء الوضع الراهن بشكل عام. هذه الآن الإفرازات والتداعيات التي نشهدها هي جزء من الآثار الناجمة عن سوء إدارة المعركة في اليمن من قبل التحالف وسوء العلاقة ما بين التحالف والحكومة الشرعية. كل هذه الإشكاليات يعني انعكست سلبا على وضع الحكومة الشرعية وعلى دورها وعلى أدائها. يجب إعادة تفعيل مؤسسات إنفاذ القانون في البلاد، كنا نقول هذا منذ 4 سنوات واليوم نعود ونكرر. لا يمكن أن يشهد اليمن استقرارا لا في الجنوب ولا في الشمال، ولا يمكن استعادة الدولة اليمنية إلا بوجود مؤسسات الحكومة الشرعية في الداخل وممارسة دورها وإعادة تفعيل مؤسسات إنفاذ القانون ودعم الأجهزة الأمنية للقيام بدورها وإنهاء وجود هذه التشكيلات الخارجة عن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، سواء الأحزمة الأمنية أو النخب أو غيرها من الميليشيات. أصبحت هذه التشكيلات عبء كبير على كاهل المواطن اليمني وعلى مستقبل اليمن. وإن كان هذه الأحداث تأتي في سياق إنهاء ما تبقى وتجريف ما تبقى من الحياة السياسية في الجنوب، فإننا سنشهد للأسف مرحلة قاتمة مقبلة على الجميع. لا يمكن التأسيس لمشروع ناهض في المناطق الجنوبية بهذه الأعمال التي تغر الصدور وتنسف
أسس التعايش السلمي وتمزق النسيج الوطني في البلاد. ما الفرق إذن بين الميليشيا التي تمارس هذه الاعتداءات في الجنوب ضد الأبناء المحافظات الشمالية بدافع المناطقي، وما الفرق بينها وبين الأعمال العدوانية والإجرامية لميليشيا الحوثيين بدافع مزعوم الاصطفاء السلالي العنصري؟ إذن هذه مشاريع تمثل أوجه متعددة لمشروع الدمار والتدمير والخراب في البلاد. يجب على اليمنيين كلهم أن يحملوا على عاتقهم مسؤولية أولا الضغط على الحكومة الشرعية لإعادة الاعتبار لنفسها والحضور الفعلي في المناطق المحررة وممارسة دورها، وعلى الحكومة الشرعية مصارحة الشعب بهذا الوضع القائم وتصحيح العلاقة بينها وبين التحالف. شكرا لك الناشط الحقوقي السيد محمد الأحمد، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. ورحب بمن ينضم إلينا من عدن السيد نزار سيرارو المحامي والناشط الحقوقي. سيد نزار، أنت في عدن، كيف تقييمك للوضع فيما يتعلق بالخطاب تجاه الخطاب والممارسات تجاه أبناء من محافظات شمالية، أبناء المناطق من المحافظات الشمالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الرحمة للشهداء وعزاءنا لأسرهم، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين. اللهم حقيقة ما يحدث في عدن من أمر يعني الكل، أو نقول الغالبية العظمى في عدن. سيد سيرارو، سيد سيرارو هل تسمعني؟ سيد سيرارو، إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد سيرارو من عدن. على كل حال شكر له المحامي والناشط الحقوقي السيد نزار سيرارو، كان معنا عبر الهاتف من عدن، وكذلك السيد جمعان بن سعد الناشط السياسي من سيئون، والسيد محمد الأحمد الناشط الحقوقي كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.